جدد القانون نعم 8/2010، اللهم لك الحمد، ولكن للأسف هذا القانون وضع فيه كثير من المواد، يعني كثير من الماديات للمعاق. ماكو إنسان ما يحب الماديات، ولكن وجود هذه الماديات في هذه الصورة خلى فيه مطمع من قبل الأهل، من قبل النفوس الضعيفة، مع احترامي حق أولياء الأمور، كثير من أولياء الأمور ما كانوا يدرون عن عيالهم أصلاً. كثير من أولياء الأمور، أو القليل، ما نبي نقول الكل، بعض أولياء الأمور كانوا قاطين عيالهم في دور رعاية مثلاً. هذا خلى للأسف أن يكون هناك مطمع من قبل المعاق، الكل يبي يحصل على 10,000، على المعاش، على الكل صار حين يحب المعاق. إحنا لو ننظر للسابق كان الكثير من أولياء الأمور يستحون يطلعون عيالهم. حاليا صار حب مو طبيعي حق المعاق. إحنا شوف كل إنسان يحب الفلوس، ماكو إنسان ما يحب الفلوس، نحبها ولكن في صورة يعني متواضعة شوية. إحنا كمعاقين يعني أنا أشوف كثير من النواب يقعدون على كراسي ويطلعون يغمضون عيونهم. أنا عندي حاليا لحد الآن ما حد عرف المعاق شنو يحتاج. وحملة جرب الكرسي. أنا أقول لك أنا جرب الكرسي، أوكي هو قاعد على الكرسي، بس حس في معاناتي مستحيل. شنو اللي تبونه؟ ما حد حس، ما يعني أنا أقول. أنتوا ليش ما عرفتوا مشاكلكم؟ إحنا عرضنا مشاكل، ولكن لما نحط القانون للأسف. ما قعدوا مع كم كبير من فئة، يعني من فئة المعاق الحركي، من فئة الصم، ما قعدوا مع كم كبير، خذوا واحد أو اثنين يمثل شريحة من الفئة نفسها، يعني مثلا خذوا اثنين ثلاثة من الحركي، اثنين ثلاثة من الصم. يعني أنا ما أمثل كل المعاقين الحركيين، والأصم ما يمثل كل إنسان له احتياج معين. يعني كل في بيت تلقى فيه 5-6، في تلقى على البيت فيه الأم والأب والعيال، في كل فئة تختلف أو كل بيت يختلف. فوضع هذه الماديات، قاعد أقول لك أنا باحتكاكي مع المعاقين قاعد أشوف في مشاكل تقع على الزوجة، تقع على الطفل، في كثير للأسف من الآباء الله يسامحهم يستولع المعاش. يعني مشكلة إن الملف ما ينفتح إلا في مكلف الرعاية، لو إذا كان الأب. الأب. حتى لو كان مطلق الزوجة والرعاية عنده. وهذه واحدة من المشاكل اللي تواجه. طبعًا. تلقى الأم تنظلم هني. الولد ما قاعد يأخذ معاش. يعني أنا شفت أم. قالت لي اختي لو سمحتي عرضي مشكلتي، هي بروحها قالت لي انت تطلعين بالتلفزيون عرضي مشكلتي. المشكله ان الزوج متزوج 3 حريم، واحده تسبق المراه، واحده عقبها، هي ام المعاق، هي ام المعاق. تخيل حصل بطريقه ما على 10,000، زوج ولده العود من زوجته الاولى، واثر شقه حق زوجته الثانيه، وتقول انا ما حصل شيء من 10,000 ولا قاعده احصل حتى راتب الولد المعاق. ما في احد مسؤول عن هالموضوع. انا اتمنى يتابع يراقب. انا من الناس اللي كنت اطالب ان احنا الحين عندنا في الهيئه مع احترامي حق دكتور جاسم التمار واستاذي عصام بن حيدر، لهم جهود، ويمكن قاعد يمكن حدوا من الاعاقات الكثيره اللي هم ادعوا الاعاقات. ولكن انا اتمنى، انا كوني معاقه وام لطفله معاقه، اتمنى ان يكون هناك مكتب نفسي اجتماعي اذا وقع الظلم على المعاق. إذا وقع الظلم على المرأة المطلقة يتابع الموضوع، يتابع من عندنا إحنا، يكون في استشاريين، في محامين، في ناس فاهمين في القانون، فاهمين في دراسة. يعني في كثير من المعاقين ينظلمون، تلقى هو كبير أبوه روح يفتح له ملف يقول هذا الولد ذهني، هو مو ذهني، يمكن عرضه وسكوب قبل فترة قضية شاب. فأتمنى يكون هذا المكتب يحمي حقوق المعاق، يحمي. هناك كثير من أمهات مطلقات، الأب هو اللي قاعد يستولي على المعاش. يعني أنا أتمنى أن يكون في حرمانية، يخافون من الله شوية. الفلس ما هو دايم ولا شيء دايم، ولكن يعني أنا حبي حق بنتي وحبي حق الطفل المعاق، لأن هذا أمانة الله عطانيها، مو عشان فلوس تجيني من وراء. عرفت شلون؟ إحنا نتمنى أن تكون هناك بيئة صالحة لذوي الإعاقة، من مرافق عامة، من أماكن منائمة مناسبة للمعاقين. أنت قاعد تشوف حالياً، عزك الله وعز المشاهدين، الحمامات في المجمعات، المجمعات الحديثة. أوكي. تشوف الإخواننا الله يسامحهم اللي هم بصحتهم وعافيتهم ما يرتاحون إلا بحمام المعاق. ما قاعد يفكرون إن في معاق وفي مسن وفي إنسان على كرسي يحتاج لهذا الحمام. إذا نحتاج ثقافة، نحتاج وعي. بالفعل. عندك مواقف المعاقين نفس الشيء قاعد يستولون عليها. عندك تخطيط سيء حتى حق الحمامات، مع احترامك. الحين في مجمع من المجمعات بدون تذكر أسماء، تلقى الحمام من داخل وسيع ولكن الباب ضيق. زين انت ما فكرت اللي خططت هذا الحمام، المعاق شلون بيدش داخل مثلا؟ الارضيات، السلالم، العمارات اللي كل مداخلها سلالم. هذه نتكلم عن الناحيه الخاصه، العامه، خلينا نتكلم عن الحكوميه.
اكثر او عن زيارتك للوزارات؟ حتى انا اللي اعرف ان انت تتابعين الوزارات بالفعل. حتى الحكومه انت لما تروح مثلا طبيب انت عند كاتب المستوصف او المستشفى ما طولينا طبعا ما يطول. انا هذا انا من الناس يحس في حرج كبير اني انا احس اني اوطى حتى من الاخ اللي قاعد ياخذ مني اللي شو اسمه. انت حق كثير من عندك وزاره التربيه طبعا مو مهيئه حق المعاقين. عندك كثير من الاماكن الصراحه اماكن بعيده ويعني حتى وصولك لمكتب ما او شيء المسؤول او اي وايد بعيد يعني. حتى المجتمع نفسه يعني انا ذاك اليوم كنت في مستشفى العظام الرازي وقاعد يقول الاخ العامل انت معاقه كلهم على كراسي بس المعاق يبين سبحان الله عندك هويه معاق ولك اولويه اي قاعد يقول عندي هويه معاق قاعد اقول انا استحي اني اخذ دور غيرنا كلهم هم تعبانين حالهم حالي يعني عشان يقول انت لك الاولويه. تخيل احنا في الهيئه لما يجيلك المراجع يقول لك مثلا احنا معاقين ونكسر الخاطر اوكي بس في دور انتم كلكم متشابهين معاقين. الغريبه اختي عبيره ما اقطع كلامك الا بالخير انت الحين تقولين انا استحي اخذ دور مو لي صح. طيب الصاحي ما يستحي لما ياخذ موقفك. انا عفوا بس بقول لك رده فعل لا هذه رده فعلك انت لا رده فعل لما قال الرجل هذه معاقه خلي تدش قبلك قال والله كلنا تعبين خل تنطر هذه كانت واحده على كرسي بس ايتها لتعورها بس قاعده على الكرسي لما شافتني انا تقدمت خطوتين جان قول حق معها دزني انا بعد تعبانه يعني نفس هذا شيء من داخل الانسان وهو لازم يربي نفسه هو لازم يكون في عنده قيم ومبادئ. اختي اميره خل اذكر لك موقف في بعض الاصحاء ياخذون الكرسي او الويل تشير عند المستشفى ليش؟ عشان يدخل بسرعه صح فيكون صاحي ما في شيء بس يقول لك انا اختصر الوقت هذا الخطأ اقعد على الكرسي والناس تعذرني صح. بدل ما يعني ياخذ جزء من حقوقكم بالفعل. اللي هي عيب عليه يعني صح. انه يبدي بهالطريقه هذه. خل نرجع حق دانا شوي شلون مدرستها شلون تعامل او المدرسات معاها الهيئه التعليميه والاداريه شلون تعاملها معاها المناهج الطلبه هل تواجهها مشاكل؟ طبعا دانا انا بدايه دخلتها في فصول الدمج مدارس التربيه العاديه كان لهم في دمج جزئي ولكن للاسف عندنا هني في بعض الناس ما يستوعبون دائما عندهم المعاق الذهني هو خلاص ما له حياه او ما له وجود يعني يعزلونه عن الناس مو يعزلونه ان هذا ما مو منتج ولا راح يقدم شيء حق المجتمع هذا اكبر خطا لان اشوف الدول الاجنبيه وين وصلوا عزك الله لا تشبيها في عيالنا خلوا حتى الحيوان ينطق ويسوي حركات احنا ما نستصعب على مخلوق الله كرمه وعطى عقل وانت كل ما تتعب مع شخص اكيد راح حتى الانسان الطفل العادي لو تهمله راح تلقى منه اشياء سلبيه فللاسف حطيناه في فصول دمج وانا من الناس اللي اشجع فصول الدمج لان هذا يقوي شخصيه الطفل المعاق ولكن لخامسه ابتدائي قالوا لنا ما لكم مدارس خلاص ودوهم معاهد الخاصة مع احترامي حق المعاهد الخاصة أنا لما أربي بنتي على 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 منطق معين أو أسلوب معين ما أقدر أدخلها مجتمع جديد عليها هناك في المعاهد الخاصة يخلطون المعاقين ما في تفرقة بين الذهني تفرقة فطبعا قعدوا سنة في البيت للأسف وأنا أقدم كل تقدير وامتنان واحترام للدكتورة موضة الحمود في عهدها لما كانت موجودة الله يحفظها إيه رحنا لها قلنا عيالنا نظلمه وقعدوا سنة في البيت بس أنا هالإنسانة تعمدت أذكر اسمها لأن الإنسان لما سوي طيب لازم تذكره هذا الإنسان لما درت أني أنا جاية مو أنا منو أنا لما درت أن في معاقة متواجدة في وزارة التربية قالت ما تصعد لي فوق أنا نزل لها مرتين نزلت لي تحت فهذا الصراحة أنا يعني جميلة حط على راسي لها تستاهل. وقالت أمره وشنو تبون قلت عيالنا نظلموا سنة قعدوا في البيت كان تقول شو اللي تبون قلت يدشون مدارس خاصة مثل ما دخلوا اللي يسبقونهم من أطفال متلازمة الداون فقالت بالعكس المدارس كلها مبطلة لكم واختاروا المدرسة اللي أنتم تبونها فأنا دخلتها مدرسة النبراس أقدم لهم كل تحية واحترام دكتورة نورة الظاهرة صراحة من المدارس المتميزة العالمية اهتموا في بنتي وقالوا لي حتى إحنا ما نشغل شنو أنت علمت البنت احنا راح نبتدي معاها في منهج جديد والحمد لله انت قاعد تشوف انت دانا اللهم لك الحمد مستوى طيب اللهم لك اتوقع ان معنا مداخله هاتفيه لو ناخذها المداخله جاهزه المداخله مو جاهزه خلينا نكمل حديثنا معك اختي كذلك اذا 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 راجعتي الدوائر الحكوميه وزاره التربيه وزاره الداخليه وزاره اي وزاره من وزارات الدوله شلون تعامل الموظفين معك انا لاحظت يعني من خلال ضيوفي من بعض فئات ذوي الاحتياجات الخاصة كانت تواجههم بعض المشاكل عدم احترام من بعض الموظفين عدم تقدير شنو اللي واجهك؟
والله شوف اي شوف انا عدم الاحترام وعدم التقدير هذه فروقات فرديه انا يتراوالي. نعم. دائما هم يمكن يقولوا لك ان المعاق لا الاولويه ولا بالعكس، بس انا اذا 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 شخص ما موظف عملني معامله سيئه فهذا شيء راجع له هو. نعم. يعني ما احترامي لهم ما انا غلط عليهم، ولكن سلوك تابع لأهوة، ما افتكر اشمل الكل، في اكيد في ناس طيبه يعني. بس انا اعتب مو على المدير، اعتب على الناس المراجعين الموجودين. نعم. دائما يحتجون يعني استغرب ان المعاق يتقدم قالوا ايش معنى أهوة، يعني هذا الشيء اللي الثقافه هي اللي تأثر بالفعل. نعم. ما في عندهم يعني وازع ديني، وازع يعني انا نفسي لما اشوف انسان، انا كمعاق الحين والله العظيم لما اشوف انسان أخس من حالتي أو أصعب من حالتي أقدمه قبلي. نعم. إي طبعاً. نعم. أو أشوف إنسان كبير أقدمه قبلي، هذا نعم. شيء راجع حق تربيتك، حق نعم. أخلاقك، حق مبادئك، ما أنطر نعم. أحد يعلمني يعني. فهذه نعم. إذا أي موظف أساء للمعاق فهذا شيء تابع له هو. نعم. يراجع له. خلنا نأخذ هذا الاتصال الهاتفي، معنا اتصال هاتفي. ألو ألو ألو. نعم ألو، مساء الخير. مساء نور يا هلا أختي، يعطيك العافية. الله يعافيك، أمسي عليك وعلى ضيفتك الكريمة أستاذة أميرة الشمري. يا هلا فيك، حياك الله. تسمعينها اختي اميره؟ هلا منى، هلا حبيبتي. هلا اميره، شلون سلم عمري مثل الاعلى دائما انا اقول حبيبتي حبيبتي. سلمين يا اميره. استاذه منى المصيري الله يعطيك العافيه. الله يعافيك الله يعافيك. كذلك نبي نسمع كلمتك بهذا الموضوع، خاصه احنا اليوم مستقبلين ضيوفنا من فئه ذوي الاحتياجات الخاصه، نبي نسمع كلمتك. ارحب فيهم جميعا. نعم. وانا دائما اقول وسام شهاده الاعاقه هذه، لاني اللي احب اعرف حق الاخواني المشاهدين ان انا مريضه بالام اس من 96. الله يشفيك. وحامله لهويه الاعاقه، دائما اقول لهم هذه هويه الاعاقه اعتبرها وسام على صدري. نعم. حق الجميع. نعم. الموضوع عن تقريبا عن يعني انا ما حضرت البرنامج من الاول. نعم. عن عدم احترام الموظف، هذا اخر شيء وصلنا له. اي نعم. نعم. اللي أنا أبي أقوله أن دائما المعاق يحس أنه يبي أحد يتعاون معه. نعم. مهما كان هو شنو إعاقته، دائما لما يدخل حق هيئة المعاقين، يعني مثل أنا راح أقول لك، أنا مثل ما أشوف الأخت أميرة وفي معها مجموعة من الإخوان، الابتسامة والترحيب هذا وايد قاعد يشيل من يعني من المعاناة اللي أنا فيها. نعم. لكن في البعض أول ما تدخل عليه وتكلمه التكشيرة وما له خلق يرد عليك، ها وانزل السرداب واصعد من السرداب. نعم. زين إذا أنا معاق وأنزل سرداب مثلا. نعم. فهل أنت تعلم مدى معاناتي في الشيء هذا؟ ما حد يعرف إلا رب العالمين. نعم. فأنا اللي أبي أقوله أني يعني اللي أطلبه من هيئة المعاقين أن يكون الصدر رحب مع أخواننا المعاقين، إلا أنا واحدة منهم. نعم. ما يخالف، أنت راح تسمع منا دايما غضب، وراح تسمع منا دايما كلمات يمكن تضايق البعض، لكن أبي سعة الصدر لأن فعلا إحنا نحتاج هالشيء هذا. نعم. وبالذات عندك أخوي حق مرضى الأم أس، يعني راح أتكلم. يا ريت يا ريت تتكلمين عن هالموضوع. نعم. أي والله، يعني مثل عند مرضى الأم أس اللي أنا مثل ما تفضلت وقلت إن أنا واحدة منهم، لما يشوفني مثلا الموظف داش على رجلي وما فيني شيء، وأقول له والله هذه هوية إعاقتي ومثلا بسوي لها تجديد أو غيره، أول ما يضرح يقول أنت 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 مو معاقة، أنت ليش جاية هني؟ أنت إيش دراك إن أنا مو معاقة عشان جايتك على رجلي يعني مو معاقة؟ هل أنت تعلم إن مريض الأم أس عنده 5 إعاقات في وقت واحد؟ وهذا الشيء تعرفه الأخت أميرة الشمر وعشت ويانا، يعني هي من المؤسسين مال جمعية الأم أس، يعني إحنا طبعاً عندنا جمعية، فهي من مؤسسين الجمعية هذه وشافت معاناة مريضة الأم أس قاعد يعاني من 4 إعاقات إذا مو 5 إعاقات. فأنت لما تشوفني على رجلي يمكن الوقت هذا أنا شوي نفسيتي، سبحان الله مريضة الأم أس دائماً يمشي على النفسية، إذا نفسيتي زينة ما فيني شيء تلقاني أمشي على رجلي وتزيني وتقول لا والله أنت مو معاقة. نعم. بس أعطني كلمة تأذيني أو ما تعترف فيني كمعاق تشوف سبحان الله أطلع بإعاقة فعلاً. نعم. فالآن أحب أقوله إذا كان عند مريض الأم أس أو غيره. نعم. أنت لازم تسمع إعاقته، لازم تعرف أن المريض، أنا عارفة في مدعيين إعاقة، هذه الشغلة هذه أنا عرفها ولمستها وشايفتها بنفسي، في ناس من مدعيين الإعاقة وحضرتك عرفتها الحمد لله. نعم. وإن شاء الله نكون طهرنا المجلس من هالفئة هذه اللي هم مدعيين الإعاقة إن شاء الله. لكن هذا ما يعني ما ننسى أن في معاقين بالديرة يحتاجون الكلمة الطيبة.
تستاهلون ان شاء الله الكلمه الطيبه. نشكرك على اتصالك ومداخلتك معنا وعلى كلامك الغيب استاذه منى المصيري رئيسه جمعيه التصلب العصبي، نتمنى انك تشاركين معنا ان شاء الله في حلقه من الحلقات. جزاك الله خير، ما قصرت، مشكورين. حياك الله. سمعتي استاذه اميره، يمكن الاستاذه منى المصيري تكلمت عن سعه الصدر من قبل المسؤولين في الهيئه العامه للمعاقين او في هيئه المعاقين.